مرحبا بكم مرة أخرى، معكم مينا ماهر من ويل بايك، ويلا بينا نشوف العجلة الجالاكسي الـRL 700 الجديدة بالألوان المميزة والرائعة جدا. بصوا بقى، يعني أكتر حاجة في العجلة دي اللون بتاعها الجذاب، والحاجات بتاعتها الصرف باين على الدهان، نفس بقى المكونات العادية اللي بتنزل في العجلة اللي هي سابقاتها اللي فاتوا 800 و900 الجروب الكلاريس، بس كانت الـRL 900 كانت أفضل في الكرانك أو الكرانك سيت، اللي هو الكرانك كان الكلاريس وكوبش الفرامل كانت أعلى تترو. هنا ديزاين الفريم تحفة تحفة، مهتمين بالتفاصيل، حاجة جميلة جدا. وده كان فيديو النهاردة خفيف ولطيف، شكرا. كان معكم مينا ماهر من ويل بايك، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك. يلا سلام.